افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى فعاليات برنامج التحدي والإثارة بحرين نينجا في نسخته العالمية. وتعتبر مملكة البحرين أول دولة على مستوى الشرق الأوسط والرابعة على المستوى العالمي التي تنظم البرنامج من خلال المؤسسة العامة للشباب والرياضة. وشمل الحفل على العديد من الفقرات من أبرزها دخول الفرق المشاركة إضافة إلى تقديم عدد من الشباب تجربة عن محطات المغامرة والتحدي. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تنظيم هذا البرنامج يأتي متوافقا مع توجيهات عاهل البلاد المفدى الرامية إلى تدريب الشباب البحريني على تخطي التحديات وأحثهم على الإصرار ضمن برامج رائدة على المستوى العالمي. مشيرا سموه إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة حرص على دعم هذا البرنامج المتميز والذي يشكل نموذجا للفعاليات الشبابية والرياضية ذات المستوى العالي. وأشار سموه إلى أن افتتاح بحرين نينجا يأتي متزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني والذي أعطى الشباب المساحة الواسعة للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البحرين، مضيفا أن البرامج يعد من البرامج التي وضعت البحرين على مصاف الدول المستقطبة للبرامج العالمية المتميزة والتي يمتاز فيها التفكير العقلي والقوة البدنية مع التحدي والمغامرة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره للشباب البحريني الذي حرص على المشاركة في البرنامج إضافة إلى الفرق من الأندية والمراكز الشبابية والوزارات والمؤسسات والذين قبلوا الدخول في التحدي والإصرار، مقدرا في ذات الوقت جهود المؤسسة العامة للشباب والرياضة في إنجاح هذا البرنامج الرائد. من جانبه أعرب سعادة السيد هشام الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن الدعم الكبير من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للبرنامج سيكون الركيزة الأساسية لنجاح هذا التجمع الشبابي الكبير، وأن الحصيلة النهائية لعدد المشاركين وصلت إلى 650 مشارك من مختلف الفئات العمرية، كما يشارك في البرنامج 40 فريقا يمثلون الأندية الوطنية والمراكز الشبابية والمؤسسات الخاصة والوزارات الحكومية. طبعا هذه مناسبة كبيرة اليوم انها شبابية نجمع فيها الشباب، وهي يعني الاولى من نوعها. احنا شفنا النسخة اليابانية وشفنا النسخة الامريكية، فطلبنا ان تكون بعد نسخة بحرينية عندنا، فهي فيها تنافس وفيها روح المثابرة وروح الفريق، وبعد نفس الشيء مغامرة، فاحنا يعني حبينا نغير انواع الرياضات البحرين ونشرك الجميع ويانا. هل بالامكان ادخال الالعاب البحرينية لتطويرها الى ما هو افضل؟ ما في شك طبعا يعني، بس ان الاهم ان احنا نبغي اليوم الجميع يشاركنا في مناسبات الرياضيه، واليوم الحمد لله مشاركه 650 مشارك من مملكه البحرين، هذا يعني شيء كبير. السنه القادمه الحفل بيكون 4 مرات اكبر، في محطات كثيره وفي تنافس اكبر وفي شروط اكثر ان شاء الله وتحديات. احنا يعني لمسنا منذ تولي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه رئاسا للمجلس الاعلى للشباب والرياضه، هو حريص بالارتقاء بجميع البرامج على المستوى الشبابي والرياضي اللي تقدم في مملكة البحرين، واحنا نشوف يوم عن يوم وفترة عن فترة مثل هذه البرامج ذات الصبغة العالمية اللي تكون البحرين سباقة في استضافتها. هذه الفكرة كانت تناقش يعني قبل فترة بسيطة، فكرة استقطاب برنامج نينجا بعد أنه كان موجود في اليابان وانتقل إلى أمريكا وبعدين ألمانيا. احنا البحرين نعتبر اليوم الدولة الرابعة والأولى على مستوى الشرق الأوسط، طبعا هذه كلها بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر وحرصه أن تكون مثل هذه البرامج العالمية تقام على أرض مملكة البحرين ليستفيد منها الشاب البحريني ويستمتع أيضا وتعم الفائدة على الجميع إن شاء الله.